مريضة اشتغل في نيشت فيرنزين، مش مسموح لي ان انا اتفرج على التلفزيون. I can't to watch a TV or something else. تمام. طيب تالت فيرب معانا خدناه قبل كده اسمه ايه؟ ها كونن. يا كونن 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 equal can، يستطيع. تمام. ما ينفعش اقول مثلا يا ولاد ايش كان واسكت، صح؟ لازم اقول ايش كان بس، ايش كان شبيلن، ايش كان لاوفن، ايش كان جوت شبغشن، ايش كان لرنن، ايش كان شبغشن. يا طيب يبقى انا لازم يا فراو سلمى، انا عندي في الجملة افهم كده يا فراو سلمى، انا عندي في الجملة فيربين، يا فيرب اساسي الهاو تو فيرب عندي بتاعي بتاع الجمله الاساسي اصلا. ثم بيشبيل مثلا ايش شبيلي، ايش شبيلي فوسبال، يا انا بلعب كره قدم. طب انا عايز اقول بقى انا بقدر العب كره قدم، ايش كان فوسبال شبيلي. طيب معلش بقى يا فراس سلمى، تعالي هنا قولي لي كده، هو احنا ليه ما صرفناش شبيلي وصرفنا كونين؟ يعني ليه قلت ايش كان فوسبال شبيلن؟ هقول لك بقى، ده الفيربس اللي انا بتكلم عليها دي، الفيرب اللي انا بتكلم عليها دي فيرب ايه؟ قويه، فيرب قوي. ثم شبيل مثلا انا دخلت على الفيرب الاساسي هقول له يا فيرب تعالى هنا، روح اخر الجمله وخليك في الانفينيتيف في المصدر، وانا بس اللي هاخد كونيجاسيون مع الضمائر الشخصيه. بمعنى ايه يا فراو سلمى؟ ثم يشبين مثلا انا عايز اقول انا بعرف اعوم كويس. تمام. يبقى اقولها ازاي؟ ايش كان جود شفيرمن، ايش كان جود شفيرمن، يعني انا بعرف اعوم كويس. طيب عايز اقول انا بعرف اجري، ايش كان لوفن، ايش كان شبيلن، ايش كان شبريشن، ايش كان ايش كان تغادن. تمام. ايش كان بريكن. يبقى يا فراو سلمى اللي انا بفهمه ايه من الديمو ده الفيرب دي؟ ان انا لازم احفظ تصريفهم مع البيرسونال بروناومين. ليه؟ علشان هم اللي بيتصرفوا في الجمله. يعني الفيرب الاساسي بيروح اخر الجمله، تمام، بيفضل في المصدر ماليش دعوه بيه خالص، واللي بيصرفوا ايه؟ ها يا دي مدار فيرب. طيب تعالوا نشوف كده اول فيرب معانا زي ما اتفقنا، دوفن. دوفن بايشبيلي زيتين وما دغاي اون ديسبانسش في الاربات سبور. يا كلنا نفتحها مع بعض. كاتب لي اهو هنا الدي مدار فيرب، كاتب لي هنا اهو الدي مدار فيرب. اول حاجة دوفن، دوفن زي ما تعودنا ان هو ايه؟ equal allow to. تمام. ايش داف، ايش داف، ايش داف. يا دو دافست، دو دافست. يا اير زي اس داف زيها زي ايش. اوكي. اند فير وزي وزي دوفن. خلينا متفقين يا ولاد ان فير وزي وزي دايما بياخدوا اصل الفيرب، بياخدوا الاي ان. يا طيب يبقى فير وزي وزي ها دوفن. يا إير دوفت، إير دوفت، يعني أنتم مسموح لكم. تمام. إير دوفت. أوكي. طيب تاني فيرب معانا يا برو، ها مشتن. مشتن، مشتن اتفقنا إن هو إيه؟ would like. يا إيش مشتن، إيش مشتن، إيش مشتن أعلم كافي فلينكن. يا إيش مشتن فوسبال شبيلن. يا إيش مشتن لاوفن، I would like to run. اوكي. طيب ار زي اس مشتن، فير زي زي مشتن، اير مشتت. يا طيب ثالث فيرب معانا كونن، كونن ايكوال كان، ايش كان دو كانست، اي زي اس كان، فير زي زي كونن، اير كنت. اوكي. طيب رابع فيرب معانا ده اللي نسينا نقوله، مش نسينا يعني انا في الشرح يبقى فوته في الشرح. تمام. طيب رابع فيرب معانا بقى يا موسن، انشوديون موسن. يا موسن بس ليه موسن؟ ماست يعني لازم.